أنني امرأة أبلغ من العمر 27 عاما، وكنت أعيش في بيئة لا تحرص على الدين، ولم أصم ولم أصلي بعد البلوغ. وبعد زواجي عرفت من زوجي جزاه الله خيرا أن الصوم واجب مثل الصلاة، وكنت أجهل أن الصيام ركن، بل كنت أحسبه على الاستطاعة فأصلي فقط. وأحيانا وبعدما عرفت ندمت على ما مضى من عمري، وصمت ولله الحمد وأديت الصلاة وأديت فريضة الحج ولله الحمد والمنة. ولكن سؤالي يا فضيلة الشيخ عما مضى من عمري من صيام وصلاة، علما أنني حسبت الصيام فوجدته 4 أشهر، فماذا أعمل بالتحديد؟ وجهوني وسوف أنفذ إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا. ولها سؤال آخر عن صلاة التطوع وصيام التطوع بالنسبة لحالتها، هل هي جائزة أو تبدأ بالقضاء ثم تتطوع؟ جزاكم إذا كانت في الفترة التي ذكرتها لا تصلي فإنها لا صيام لها، حتى لو صامت وهي لا تصلي فإن صومها غير صحيح، وبالتالي لا يجب عليها قضاء، وإنما يجب عليها التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة والصيام في مستقبل حياتها. أما إذا كانت في الفترة التي كانت تترك الصيام كانت تصلي ومحافظة على الصلاة ولكنها تركت الصيام جهلا منها بحكمه، كما ورد في سؤالها، تركت الصيام جهلا منها بحكم الصيام وأنه واجب وأنه ركن من أركان الإسلام، ولم يكن عندها من يعلمها، ولكنها كانت تحافظ على الصلاة، في هذه الحالة يجب عليها القضاء، يجب عليها قضاء الرمضانات التي تركتها، لأن تبدأ برمضان الأول، فإذا خلصت منه تصوم رمضان الثاني وهكذا حتى تنتهي مما عليها. وعليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير. وأما النوافل من صلاة وصيام فكما ذكرنا تبدأ بالقضاء جهة الصيام، أما الصلاة فلها أن تتنفل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.